لاعبين يهجمون داخل الجزاء يشمرون كرة ثانية. أهلا ذكريات قبل الحلقة حبيبي اللي مبارك مبارك. احنا اول شيء نشكركم الله يسلمك على نشكركم ونشكر الاستاذ احمد راح يطفوا بهتاف راح يطفوا بشيء جبار ما راح القاب لقاء كابتن انا وصيتك علي نهاية الموسم اعطيك الدنيا زمانتي شكرا كابتن غير معنا بس للعلم يعني بيلعب اللعبه النهائي بهذا بس راح يسلمه لك مو حتى بس كل واحدكم بديل لا عندنا بس حتى العاط اي بس عود ليش رقمك وهاي دعايه لك جبار مبارك حبيبي الله يبارك فيك وما اعرفك اذا بتطي هتاف اليوم لامانه بغداد بهذا الفوز يلا هتافه مال منزع يا ربي انا لا شكرا جبار لحضورك وشرفتنا ونورتنا ومبارك لكم هذا التاهل اول شيء مبارك للكادر التدريبي وللاداره على راسهم السيد فلاح مندب والاستاذ احمد ونشكر كابتن وسام يعني وقف ويانا بكل شيء بالسراء وبالضراء الله شاهد مو مجامله الله شاهد يعني احنا كنا خطائين وياه فهو تحملنا مثل الابو ومثل اخو الكبير هو استاذ احمد سجل لي غرامه هو ثاني واحد بعد غرامه اليوم مسحوا الغرامه كيف لا انا خالع عليه قلت لي يعني ها تفضل الحمد لله وانا اشكر ابو ساتي وكرار ابو حيدر استاذ علي اي يعني انا اخر شيء سويت وقعت على الورقه على بياض قلت حتى انا سويت غلط والله العظيم البيت باسمي وانا ورقه لسه على البياض مبروك تسجيل الهدف اليوم الله يبارك فيك يعني شعورك وانت تخلي بصمه لهذا النادي شوف الله شاهد يعني بالمحاضره قال لي كابتن وسام ارجع لي قول لي قلت له ارجع لي والله حتى تقدر تسجل اي فعلا يعني واستاذ احمد يعني ما زالين معاي ومع اللاعبين كل يعني لا احنا يعني يمكن اكو فد نقطة لازم نذكرها ونعطي كل ذي حق يعني جبار نعم عنده امور يعني بسبب غيرته بس المباراة الاخيرة مو بس هو بقية الشباب بصراحة كانوا يعني نعم الرجال اخر يعني انا اخر ايام كنت كلش مضغوط جوني كرار والولد ومنهم جبار قال ليش يلهم فاليوم هو لما سجل جول الحقيقة يعني شوية قهرني يعني دموعه نزلت هو اثناء الهدف هاي دليل على الضغط الموجود على الفريق وكل كلمه يعني كانوا يقولوها اللاعبين قالوا طبعا هي مو صحيحه بس خلينا نجي بيها قالوا احنا نزلنا الفريق احنا نصعده فانا اشكرهم صراحه من ضمنهم جبار لانه رغم انت تعرف الفريق نزل مو بتخالف لا 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 اسباب يعني صارت اسباب ويمكن اسباب منها ظلم يعني منها ظلم الاتحاد باقي مع امانه بغداد كيف الكادر التدريبي باقي جبار كابتن ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله انا هذا النادي نادي وصراحه فضل عن جبار كريم يعني من الفئات العمريه وياه هو وعدني وعدني قال وقع على بياض انا بس يدلل قلت له خلاص يدلل خلاص يختلف الحكي التوقيع يدلل كابتن وسام واحنا والله ارجع واقول اشكره انا يعني على التحمل اللي تحملني اياه يعني ما عاد يتحملني لا بالبيت لا بالشارع بس كابتن وسام قلت بس انا تحملتك جبار لعب وياي بشباب النفط نفس اسلوبه ونفس تفاصيله ونفس حركاته هذا بس سؤال 98 والله الكابتن عمره بس عرفنا ناخذ مواليده ونعرفه بس اللي يعرف مواليده جبار موفق الله يسلمك استاذ علي وتستاهلون وللامانه جبار وبعض اللاعبين بامانه بغداد تحسب لهم انه استمروا بالفريق رغم الهبوط كابتن تعرف اللاعب يبحث عن مستقبله يبحث عن الاضواء فهاي تحسب للفريق صح احنا استاذ علي يعني الصراحه يعني الشباب هم قدامهم انا وعدتهم يعني من خلال يعني بالاداره انا يخلص الموسم ما راح اقصر اي لاعب اذا كان من الجانب المادي او بجانب اللعب يعني كل لاعب اخذ حقه بالاضافه الى احنا هم كلاعبين يعني كلهم لاعبين دوري ممتاز يعني لما يصعدون فريق نادينا من النوع اللي ما يتخلى عن اللاعب يحتضن ابنائه يعني خصوصا الناس اللي خادمه النادي فمستحيل احنا راح نتخلى عن اللاعب او نقصر وياه بجميع النواحي ان شاء الله